الصلاة والسلام على رسول الله، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن التريبس وايه المركبات اللي ممكن تنوع فيها وترشها باستمرار بالنسبة للتريبس. دلوقتي هنتكلم عن الأمراض الفطرية وايه المركبات اللي برضو اللي ممكن تنوع وترش فيها وترشها للبصل. وبرضو هنوه عن فيديو للبشمهندس محمود راغب، كان منزله من يومين، فيديو جميل جدا، هنحطه في الرابط بتاعه في صندوق الوصف في التعليق، ممكن تطلعوا عليه برضه، هو على الفيسبوك، لو لقيته على اليوتيوب برضه هحاول انزله في الرابط. خليكم معانا. يلا دلوقتي الامراض اللي بتصيب البصل، طبعا البياض الزغبي والاضطراب السوداء، فوجب ان انت ترش المبيدات وقائية وعلاجية في نفس الوقت. ومن ابرز المركبات ديت الامستار توب، البليز، كابريديو، كابريو توب، اورفيجو. هحاول احط المواد الفعالة بتاعتها للاخوة المتابعين في البلاد العربية والاسلامية، لان احيانا الاسامي مبتبقاش بنفس الاسامي المنتجاتين، هنحط المواد الفعالة. فطبعا اول ما يظهر عندك اصابة لازم ترش احد المركبات ديت، وفي فيجي كلين، مركب قوي جدا ياباني برضو جميل جدا في امراض البياض الزغبي. طبعا المبيدات العادية زي الرودوميل والدياسين والكلام ده ممكن ترشه كوقاية فقط، ما تعتمدش على علاجية. تعتمدش على علاجية فترشها وقائيا. ويفضل ان انت تعتمد على المركبات القوية اللي فيها زي الاكروبات مانجوزيب، البليز، الامستار توب، الكلام ده يفضل ان انت ترشها. طبعا مفيش اصابه بترش الدياسين، بترش الرودوميل، المانكوزيب اللي هو الميتالكسيل على مانكوزيب، ايا كان نوع الشركه، المهم يكون شركه مسجله. حصل بعض الاصابات بترش المبيدات العاليه، وطبعا لازم ما تكررش المبيد نفسه مرتين ورا بعض. الافضل ان انت تبدل مع مركب شبيه ليه في القوه في احد المبيدات اللي احنا ذكرناها. وطبعا لازم تدي تسميد كويس في المراحل الاولى في البصل، بحيث تعمل نمو خضري كويس، وبعد كده بعد ما تعمل نمو خضري تبدأ تشتغل على النمو الثمري والصب. والنمو الثمري والصب بعد 100 يوم طبعا بتبدأ تشتغل على البوتاسيوم والكالسيوم، تبدأ ترش نترات بوتاسيوم كل أسبوع 10 أيام، وبرضه ترش كالسيوم برون زي ما ذكر أخونا البشمهندس، شرح جميل لفيديو عبارة عن ربع ساعة في أغلب الأسئلة في إجابات جميلة. كالسيوم برون، بكده احنا عملنا فيديو خفيف لطيف عن أغلب المركبات اللي ممكن ترشها للبصل. وبرضه في هنحاول نحط برضو صور مركبات اللي ممكن ترشها، بحيث يكون عندك تنوع كبير وايه اللي ممكن ترشه وايه اللي ايه متاح قدامك. ومش شرط يكون نفس المركبات، ممكن اهم حاجة تكون المادة الفعالة نفسها، وتكون شركات مسجلة وشركات موثوق فيها. ويفضل عدم الخلط مع الأسمدة، المبيدات الفطرية مع الأسمدة، حاول ترش الفطر لوحده وترش السماد الورقي بعد منه بيوم او اتنين، ده يفضل يعني. ويفضل كمان ان انت ترش مع المبيدات الفطرية تحط مواد لاصقة وناشرة عشان تثبت المبيد على البصل، لان الورق بتاع البصل انبوبية، فالمبيد ما بيثبتش عليها كويس جدا لو هي مركبات مش مضافة عليها يعني مواد لاصقة وناشرة. وبرضه ممكن ترش مادة سيليكات بوتاسيوم، مادة جميلة بتحفظ النبات من الأمراض، بدل ما ترش 3 4 أيام ممكن تقعدك أسبوع
او 10 ايام ما ترشش، وبتحفظه من الامراض ومن الحشرات، وبرضه بتحفظه من ال بتحفظه برضه من التغيرات الجوية زي ارتفاع درجات الحرارة او انخفاض درجات الحرارة. التغيرات اللي احنا بنشهدها اليومين دول، تلاقي الجو حر بالنهار وساقع بالليل، بالتالي ده بيأثر على المحصول. ممكن ترش السلكات بوتاسيوم، بس يفضل لو هتخلطها مع المبيد الفطري تخلطها في جردل لوحدها. لو انت بترش بالموتور الظهري، لو بترش بالبرميل طبعا تقلبها في جردل لوحدها الاول، بعد كده تضيفها في البرميل، ما تقلبهاش مع المبيد الفطري وانت بتقلب الاول. وبكده نكون خلصنا الفيديو السريع. ما تنسوش تحطوا اللايك عشان بيساعد على انتشار الفيديو عشان الفائدة تعم، وتشاركوا الفيديو مع اخواتنا مزارعين البصل عشان الاستفادة تعم. وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.